والكرة الشراب دي كنتوا بتعملوها مثلا متعة متعه اشمعنى بقى؟ الكرة الشراب زمان كده نجيب السفنج ونلف بالخيط ونلف بالجله ونعمل بقى كوره عندنا. كان من مشاهير كره الشراب في رود الفرج كان في واحد اسمه رجب وواحد اسمه جراند. كان اشهر واحد لعب كره شراب الكابتن سعيد الحافي في امبابه. كابتن سعيد الحافي في امبابه. في امبابه بس كده. وخلي بالك امبابه مدينه العمال. معقل الشواكيش لعيبه جمهور. امبابه امبابه مدينه العمال. انت كلامك كله قفشات والله العظيم. ربنا يخليك يا كابتن. معقل الشواكيش امبابه مدينه العمال. يعني من منك بس اكتب بسلوجانات تشجيع. ربنا يخليك يا كابتن يا رب. ربنا يخليك. فين احلى حته في النادي بقى نقعد فيها نشوف كده روح النادي دي؟ لو روحنا كده هنروح على المقصوره ومدخل المدرج. نفسي اقعد في المقصوره. اشمعنى انا؟ تنور المقصوره يا كابتن. تنور المقصوره يا كابتن. اتفضل. كابتن بيزو احنا من اعرق السادات القاهره قاعدين هنا. حاسس بايه؟ حاسس بسعاده واتمنى دايما يا رب باذن الله ان ملعبنا يكون مليان والجمهور يرجع له تاني بيه. وطبعا ملعبنا النهارده منور بيكم وبقناتكم المحترمه. منور باهله الشواكيش الجامدين. ربنا يخليك يا فندم. ربنا يخليك الجامدين جدا. ربنا يخليك.